موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تيفي، أهلا بكم. نوهت دولة مالي على لسان وزير الشؤون الخارجية الذهبي ود سيدي محمد أمسنا الخميس بالتزام المغرب من أجل إرساء الأمن والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء ولا سيما في مالي. وقال ود سيدي محمد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد بالمغرب إن المغرب يعد البلد الأكثر انخراطا إلى جانبنا في مالي في البحث عن حل سلمي ودائم لاستقرار بلدنا. في سياق آخر، يشارك وفد برلماني مغربي في جلسة الاستماع البرلمانية لسنة 2013 بالأمم المتحدة التي افتتحت أمسنا الخميس بمقر المنظمة الأممية بنيويورك تحت شعار إعادة النظر في التنمية المستدامة، البحث عن أجندة عالمية انتقالية لسنة 2015. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء كلا من السيدين عابد الشكايل عضو مكتب مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة والسيد محمد علمي والسيدة لطيفة الزواني على التوالي رئيس وعضو فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين. إلى مدينة خنيفرة حيث لقي عامل مصرعه متأثرا بجروح بعد انفجار عرضي وقع أمسنا الخميس بأحد المناجم التي تستغلها الشركة المعدنية توسيت قرب مريرت بإقليم خنيفرة. وأوضحت إدارة الشركة أن الحادث وقع عندما لمس المثقاب الذي كان يستعمله العامل المنجمي في إحداث ثقب بمدخنة كمية من المتفجرات كانت مخبأة، الأمر الذي نجم عنه انفجار تسبب في إصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى الرأس والرجل اليمنى، مضيفة أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله للمستشفى الإقليمي بخنيفرة. دوليا، نظم أمسنا الخميس بالمتحف الملكي لمخزن الأسلحة بستوكهولم حفل بهيج احتفاء بالذكرى 250 للتوقيع على أول معاهدة بين المغرب والسويد. وفي كلمة بالمناسبة قال سفير المغرب في ستوكهولم السيد يحضيه بوشعاب إن المغرب يقيم علاقات قوية مع السويد ويطمح لتعزيز هذه العلاقات، مذكرا بأن المغرب يعد شريكا مهما للبلدان الاسكندنافية على الصعيد الإفريقي. نختم بالخبر الرياضي، حيث من المرتقب أن تقوم لجنة عينتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدراسة السير الذاتية لمجموعة من المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني وأبرزهم مدرب أولمبيك أسفي بادوزاكي بن فيربيك ومدرب سوشو الفرنسي والناخب الزامبي السابق هيرفي رينار. ومن المنتظر أن يكون رئيس نادي الرجاء البيضاوي محمد بطريقة رئيسا للجنة التي تضم كذلك حكيم دومو، نصر لارجات، حسن حرمة الله والفائزين بالكرة الذهبية مصطفى حجي، أحمد فراس ومحمد التيمومي. هكذا مشاهدينا نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.